أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب أن عدد الناجحين في الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا من المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي بلغ 51,300 ناجح وناجحة بنسبة نجاح تجاوزت 45%، وفي المجموع بلغ عدد الناجحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي في دورتين العادية والاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا أكثر من 238,000 ناجح وناجحة بنسبة إجمالية قاربت 72% مقابل 65% في دورة 2017، وتجاوزت نسبة الإناث 53% من مجموع الناجحين.